الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لازلنا نشرح في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. قلنا أن موضوع هذا الكتاب هو توحيد الإيه؟ الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ افراد الله بايه؟ افراد الله بافعال العباد مثل الذبح والصلاه والصيام والزكاه. ثم ذكر الامام، وصلنا الى قول الامام محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في مين؟ وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا إيه في دينكم. وقلنا، ثم ذكر المؤلف وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ذكرنا أن الغلو، ما المقصود بالغلو؟ زيادة مكانة أكبر من مكانته. يبقى المجاوزة، مجاوزة الحد في الثناء، في الثناء والذم، في المدح والذم. يبقى المجاوزة الحد يعني إيه؟ يعني أنت بتحب واحد حب زائد يوصلك هذا الحب الزائد، أو بتزمه زما زائد، هذا الزم الزائد أو المدح الزائد يؤدي بك لأن أنت إيه؟ تغلو فيه. تغلو إيه؟ تغلو فيه. يبقى المقصود بالغلو هو، المقصود طبعا بالغلو هنا اللي هو مجاوزة الحد في الثناء على الصالحين. على الإيه؟ الصالحين. إحنا الصالحين يا أولاد، هل نحن نكره الصالحين؟ هل نحن نعادي الصالحين؟ بل نحن نعتقد ونؤمن أن محبة الصالحين إيمان، وأن من عاد الأولياء الله الصالحين فقد عاد الله عز وجل. فقد عاد الله إيه؟ عز وجل. يبقى نحن نحب الصالحين ولا نبغض الصالحين؟ الصالحين مين؟ هو كل من قام بحق الله عز وجل وحق العباد. يعني واحد موحد بالله، عنده توحيد بالله، واحد عنده بيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأيضا عنده إيمان بيقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، عقيدته سليمة، ويعلم أن كل شيء يحدث هو بإرادة الله وبقدر الله عز وجل، ولا يقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب الصالحين ويحب المؤمنين ويواليهم، ويبغض الكافرين والمنافقين ويعاديهم بقلبه، ويعاديهم بقلبه. فهذا هو إيه؟ ويعطي كل ذي حق حق، ويصلي لله، ويصوم لله، ويزكي لله، ويحج لله، ويدعو الله وحده، ويذبح لله وحده، ويستغيث بالله وحده، ويتوكل على الله وحده. يبقى اللي بيقوم بهذه الحقوق فلا يصرف العبادة لغير الله، ولا يدعو غير الله، ويكون محافظا على الصلاة، ويكون مصليا لله عز وجل، قانتا لله عز وجل، مزكيا، صائما، يصوم رمضان، حاجا لبيت الله الحرام. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل واحد مؤمن تقي فهو لله ولي. كل واحد تقي يعني بيصلي ويصوم ويزكي وموحد، هو ولي الله الصالح، هو ولي الله عز وجل. لا يشترط في الولي يا اولاد ان هو يكون عنده خزعبلات، ولا يشترط أن يحصل على يديه كرامات، بل إنه متى كان موحدا قانتا
متقيا لله عز وجل فهو ايه؟ فهو ولي وهو صالح، هو عبد ايه؟ صالح. ايه اللي يجب علينا تجاه الصالحين؟ ان نحبهم وان نحترمهم وان نجلهم وان نقتدي باثارهم الصالحه واعمالهم الصالحه وان نسلك طريقه دي ايه الصالحين اللي احنا قلناه. وكذلك الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم ما واجبنا تجاهه؟ ان نطيعه فيما امر وان ننتهي عما نهى عنه وزجر وان نصدقه في كل ما اخبر والا نعبد الله عز وجل الا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله عز وجل الا بما شرع مين؟ رسول صلى الله عليه وسلم. الا الرسول عمله نعمله فقط، اللي ما عملوش نتركه حتى لو احنا شايفينه حلو. فالرسول، واحد منكم بيقول يعني ما نقراش الفاتحه على الميت؟ نقول له الرسول عملها؟ يقول لك لا، نقول له ما نعملهاش. الرسول جاب مقرئ يقرئ يوم واحد ما يموت وعمل عزا وصوان وكذا، وجاب حد يقرا وكذا، وجاب واحد يقرا قران يوم موت واحد؟ ابدا ما عمل كده. اذا هذا لا يجوز. الرسول احتفل بمولده يوم 12 ربيع؟ لا. الصحابه عملوا مولد للرسول او عملوا مولد لابو بكر او عمر؟ لا. اذا كل هذه بدع لا تجوز. عملوا ضريح؟ لا. احتفلوا عيد ام؟ لا. عيد اب؟ لا. عيد شم النسيم؟ لا. وما الحد جت منين؟ بدع كلها يا اولاد. احنا ما عندناش غير عيدين بس، عيدين بس. فكل مؤمن تقي فهو لله ولا. فاحنا واجبنا تجاه الرسول نحبه، نطيعه، نقتدي به، نقدم كلامه على كلام اي احد، نعظم امره، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم متى سمعنا ذكره، ونصلي عليه في كل وقت صلى الله عليه وسلم، وندافع عن ونبغض من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغض مين؟ ونتمنى لو أنه حي أن نفديه بأرواحنا، نفديه بأموالنا، ونفديه بأنفسنا صلى الله عليه وسلم. دي محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل من محبة النبي أن نستغيث به وأن ندعوه وأن نطلب منه المغفرة والسماح وأن نستغيث به وأن نعتقد أنه ينفع ويضر وهو في قبره؟ هل من محبة الصالحين البدوي أو الدسوقي أو الحسين أو السيدة زينب في قبرها أن احنا نذهب إلى قبرها أو نقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو أغثني يا حسين أو أنا في جنابك يا حسين؟ ليس هذا من محبتي، بل هذا اسمه ايه؟ غلو. انتقلنا من المحبة اللي هي المحبة إلى الغلو في الصالحين، إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى في مين؟ في مين؟ غلت النصارى في مين؟ في عيسى. غلت النصارى في مين؟ فقالوا عنه ايه؟ ابن الله. لكن نحن وسط، أمة وسط، لا نقتل الأنبياء ولا نمتهن الأنبياء ولا نسب الأنبياء ولا نشتم الأنبياء، وإنما ماذا نصنع؟ نقول أن عيسى عبد الله ورسول، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول، عبد الله وإيه؟ ورسول. وذكرنا أن قصة عبادة الأصنام بدأت بالغلو في الصالحين، بالغلو في الإيه؟ ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس من يعرف ابن عباس؟ حد يعرف حاجة عن ابن عباس؟ ابن عم مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومات ابن عباس، مات الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عباس عنده 13 سنة، 13 ايه؟ سنة. وعمي ابن عباس في آخر حياته، عمي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الأجلاء الذين كانوا، الذين فسروا القرآن، فسروا الايه؟ القرآن. فذكر ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. حد يعرف حاجه عن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؟ الصالحين كانوا على الناس بيحبوهم وماتوا كلهم في شهر واحد، فهم الشيطان على صورة راجل قال لهم انا روحوا اعكفوا عند قبورهم وقعدوا هناك واعبدوهم، فهم راحوا اعبدوهم؟ قال لهم اعبدوهم؟ لا قال لهم يعني ما قالوش اعبدوهم، قال لهم يعني اعكفوا عند قبورهم. فهم فايه وقال لهم اعملوا لهم تماثيل عشان للذكرى يعني، فهم الجيل ده مات فجي جيل تاني، فجي برضو الشيطان قال لهم اجدادكم وابائكم كانوا بيعبدوهم، كانوا بيقولوا ان هم بيعبدوهم يعني، فلما يجي الجفاف كانوا هم بيستغيثوا بيه فعبدوهم من ايه؟ فارسل الله مين؟ سيدنا نوح. نوح عليه السلام، فكان اول رسول الى مين؟ الى الارض. فدعاهم كم سنه بقى؟ فلم يؤمن معهم الا مين؟ قليل. الا قليل. يبقى هم كانوا ان ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا ايه؟ دولت اسماء ناس صالحين ماتوا جميعا في شهر واحد، فحزن عليهم الناس حزنا شديدا، فاتاهم الشيطان واوحى اليهم الشيطان ان اعكفوا عند قبورهم. يبقى بدايه العباده الاصنام ايه؟ شوف الشيطان بيتدرج معاهم يا اولاد، اعكفوا عند قبورهم. العكوف عند القبور هي ديت لزوم القبور، زي كما يفعل الصوفية ويذهبون عند الأضرحة فيعكفون عند الأضرحة ويطوفون حولها ويلزمونها، يتذللوا عندها لله لأصحاب هذه القبور. بعض أنصاره رمما، بعض أنصاره إيه؟ رمما. ثم يقول لهم، قال لهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني أصناما تماثيل، وسموها بأسمائه. ثم بعد ذلك الشيطان مش من أول مرة قال لهم اعبدوهم ولا اسألوهم ولا استغيثوا بهم، لا، لما هلك هذا الجيل ومات هذا الجيل ونسي العلم ومات العلماء. شو بقى لما الجهل هو السبب، الجهل هو السبب والغلو في الصالحين. فقال لهم ماذا؟ قال لهم إن أجدادكم وآباءكم كانوا ماذا؟ كانوا إذا قحطوا منعوا المطر استغاثوا بهؤلاء الصالحين فعبدوهم من دون الله. يبقى البداية هنا مين؟ الغلو في الصالحين. الشيطان نأخذ من ذلك أن الشيطان في إغواء بني آدم يستخدم طريقة مين؟ التدرج. التدرج مش من أول مرة، لما يريد أن يوقعك في أي معصية بيتدرج معك في المعصية، فيبدأ ليك بإيه؟ يقول لك يا اخي ده حاجه بسيطه، وبعد كده لحد انت ما تنزلق وتقع على راسك وعلى فم راسك في المعصيه وتبقى راجل فاشل. فلا بد ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان نحذر من مسالك الشيطان ومن طرق الشيطان ومن سبل الشيطان في اغواء بني ادم. الشيطان يقول لك ايه يا عم ده حاجه بسيطه، لحد ما تقع انت في المعاصي. وما من رجل وقع في المعاصي اللي شرب الخمره ما بيشربهاش من اول يوم كده، فبتبقى ايه؟ ها بالتدريج. اللي شرب المخدرات، اللي سرق بيبدا بحاجه بسيطه، اللي زنى، اللي قتل، اللي عمل معصيه، اللي اشرك بالله بتبدا بحاجه ايه؟ اللي سب الصحابه يا اولاد الشيعه ما بداش الاول في اول يوم بسب الصحابه، لا، ده البدايه بتبدا بمين؟ بالغلو في اهل البيت. الغلو في مين؟ في اهل البيت، كما فعل ابن سبأ عليه من الله ما ايه؟ ما يستحق. يبقى احنا عرفنا من هذا الدرس استفدنا فوائد عظيمه. حد يقول لنا فايده؟ عدم اتباع خطوات الشيطان. عدم اتباع خطوات الشيطان، ان الشيطان يعني بيستخدم تدريجي التدرج في اغواء مين؟ اغواء بني ادم. عدم الغلو في الصالحين، عدم العكوف عند القبور، عدم الاشراك بالله والخوف من الشرك بالله، وان الخوف من الله ايه؟ كل ما قبل يعني قبل ما نروح وان احنا يا اولاد، ان احنا العلم يا اولاد ان دي خطوره الجهل، وان الشيطان ما وصلش ليهم الا بسبب الجهل. لذلك انتوا لابد ان تحرصوا على العلم وتعلم العلم. الناس دي كانوا اصلا موحدين، ووصل بهم الحال انهم اشركوا بالله. فواحد يجي يقول لك ايه؟
بقول لك يا عم احنا بنتعلم التوحيد ليه؟ انت خايف علينا ليه من الشرك بالله؟ طب ما دولت كانوا زيكم موحدين. كان بين ادم ونوح كام؟ 1000 سنة أو 9 سنين. 10 قرون على مين؟ على التوحيد. ثم ايه؟ ماتت 5 الصالحين فعكفوا عند خمورين ونصبوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من ايه؟ من دون الايه؟ وايضا في فائده يا اولاد ان التماثيل حرام ولا يجوز ان احنا نعجلب التماثيل في البيوت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صور او تماثيل. ومن هنا حرمت التماثيل سدا للذريع. التماثيل في الاول كانوا بيعبدوها في اول يوم؟ لا، لا. وراء خطوه وراء خطوه وراء خطوه الى ان ايه؟ الى ان ايه؟ عبدوهم من ايه؟ من دون الله. نسال الله عز وجل ان ينفع بكم وان يحيينا واياكم على السنه وان يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم وان يحفظنا واياكم من الوباء والبلاء والشرك بالله ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.